أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. دخل الاتفاق الخاص بإقامة مناطق آمنة في أجزاء من سوريا حيز التنفيذ مساء أمس في وقت أفاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة خاضعة لسيطرة المعارضة ومناطق مجاورة في محافظة حماة. وقالت مصادر في المعارضة إن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة قوات الأسد التقدم في بلدة الزلاقيات بعد ساعات من سريان الهدنة. انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية اتفاق استانا القاضي بإنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا، ووصفت الهيئة في بيان الاتفاق بأنه غامض وغير مشروع، محذرة من تقسيم البلاد. كما جددت الهيئة رفضها دور إيران كضامن للاتفاق، وينص الاتفاق أيضا على تحسين الوضع الإنساني وخلق الظروف للمضي قدما في العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ نحو 6 سنوات. قتل 9 مدنيين وجرح العشرات إثر استهداف قوات الأمن الأفغانية قرب الحدود عمالا باكستانيين وقوى مرافقة لهم في بلدة الشامان جنوب باكستان. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في حال أخفقت السلطات الأفغانية في اتخاذ إجراءات لوقف هذا الاستفزاز. أكد فريق الحملة الانتخابية لحملة مرشح الوسط لانتخابات فرنسا إيمانويل ماكرون أنه وقع ضحية لهجوم ضخم منسق بعد نشر آلاف الوثائق عبر الإنترنت قبل انتهاء الحملات الانتخابية بقليل. وتقول حملة ماكرون إنه تم خلط وثائق أصلية وأخرى مزورة لإشاعة الشك والتضليل. هذا وقد انتهت الحملات الانتخابية في فرنسا استعداداً لانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ليوم غد الأحد. ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم العقوبة المفروضة على مهاجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي وفق ما جاء على موقع الفيفا عبر شبكة الإنترنت. نجم برشلونة كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف ل4 مباريات بسبب شتمه الحكم المساعد في مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي في 24 من شهر آذار مارس الماضي. ورأت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا أن تصرف ميسي كان مستهجنا، لكنها عدت أن أدلة الإثبات المتوفرة غير كافية لفرض مثل هذه العقوبة الكبيرة. الموجز إلى اللقاء.